المظهر يبين لك كل شيء. نصابرين محتسبين ان شاء الله، رغم انني الحين لوحدي يعني في البيت الاهل ديالي في المغرب. نتمنى ان شاء الله. مين يطبخ لك محمد؟ مين يطبخ لك؟ كيف اطبخ لنفسي؟ بالله شو تطبخ؟ يعني مره طاجين، مره البيض، شاي مغربي. البيض مو طبخه، البيض مو طبخه، البيض لا يعتبر من الطبخ. يعني بالنسبه لي انا طبخه لاني اتعلم. بالله تعمل طاجين شوربه، تعمل شوربات ولا ما في؟ شويه مو كثير، ولكن الشاي ما كثير. اي ان شاء الله. لا والله مشكله دم. عز الدين دوخه مصاحبك مجارك هو لوينه؟ عز الدين مجاري هو. لازم يبعث لك اكل، وعائلته معاه هو. عائلته معاه، مره يقول لي يعني اذا تحتاج شيء نقول له شكرا خلاص راح حبيبي ادبر الامور. حبيبي طيب حنروح لفاصل من الاعلان وبعده رح نرجع.